ينحدر رضوان البوطالبي من قرية إمرزجان التي تقع بنواحي ورززات، وقد غادرها في العام 60-900 ألف سعيا وراء عمل يمكنه من تأمين مستقبله وفي الآن نفسه من مساعدة والديه. كان في العشرين من العمر لما غادر القرية، مر بمدن عدة وتعاطى حرفا مختلفة، ولكن عمله في البناء وحده مكنه من استشراف المستقبل. لم يكن ذا حظ كبير من التعليم، ولكنه كان شابا ذا قدر من الذكاء، وقد تعلم في وقت وجيز قراءة تصاميم البناء والتعامل مع المواد. بعد بضع سنين صار مشهودا له بالكفاءة، وصار المعلم رضوان يحلم بتأسيس مقاولة في البناء. يذكر وقد تقدم به العمر أن مغامرته الأولى، كذلك كان يحلو له أن يسميها، كانت صفقة مناولة حصل عليها من مقاول صديق وهمت بناء مدرسة ابتدائية في ناحية مراكش. كانت تلك الصفقة امتحانا حقيقيا اجتازه المعلم رضوان بنجاح. منذ إذن حصل على صفقات عدة، وصار منذ سنين مقاولا معروفا في مراكش. كان برا بوالديه، بنى لهما في قريتهما إمرزجان بيتا جديدا، وكان ينفق عليهما بسخاء. لما تزوج المعلم رضوان كان قد تخطى الثلاثين. لم يرزق سوى ولد وحيد سماه عثمان تيمنا باسم والده، لم يرزق ولدا آخر بالرغم من مساعي زوجته لدى الأطباء. لم تكن أسرة المعلم رضوان لتمثل استثناء، فكما الأسر التي ليس لديها سوى ولد وحيد، كان عثمان الولد الوحيد لرضوان محاطا بعناية لا تخلو من مبالغة. كان مدللا، ومع ذلك فإن رضوان وزوجته الزهرة استطاعا أن يبعداه عن كل انحراف. كان متفوقا في دراسته، ولم يتردد المعلم رضوان البوطالبي في إرساله إلى أمريكا لمتابعة دراسته العليا. قضى هناك نحو 7 أعوام وتخصص في إدارة المقاولات. كان والده يشجعه إذ كان يعده ليخلفه ويكون قادرا على تدبير ثروة العائلة. كان رضوان قد أنشأ عدة شركات عدا مقاولته الأولى في البناء، وكان تدبير شؤونها والإشراف عليها يتطلب منه جهدا كبيرا. وكلما كانت الزهرة زوجته تحدثه في الأمر وتنصحه بضرورة التخفيف من الأعباء التي يتحملها، كان يرد بأنه لن يطمئن حتى يعود عثمان من أمريكا، وكان قد اتخذ من المثل القائل ما حك جلدك مثل ظفرك لازمة يختم بها كلامه. حصل عثمان على دبلوم رفيع وعاد ليستقر مع والديه في مراكش ليساعد والده في تدبير مقاولاته. كانت المهمة الأولى التي قام بها عملية افتحاص لحسابات تلك المقاولات وتحليل لطريقة العمل بها، وعلى ضوء ما استخلصه من نتائج اقترح على والده طريقة جديدة في التدبير والتسيير. كان المعلم رضوان موقنا بأن ما درسه ولده في الولايات المتحدة الأمريكية سيتيح له مضاعفة المردودية والإنتاج، ولذلك وافق على كل الخطط التي وضعها. مع مرور الوقت بدأ المعلم رضوان يرى أن ولده عثمان صار مؤهلا ليتحمل المسؤولية، ولذلك قرر أن يخفف من انغماسه في تدبير ثروته وأن يولي زوجته الزهرة وقتا أكثر. كان في قرارة نفسه يقول إن رفيقة العمر تحملت الكثير من أجل نجاحه وإنها تستحق منه العناية. صار يسافران ويستمتعان أكثر بوقتهما، أديا فريضة الحج، ثم صارت صحة الزهرة تتراجع. أبانت الفحوص الطبية أنها مصابة بمرض في القلب يتطلب عناية فائقة وانتظاما في تناول الدواء. كان الأطباء أغلبهم يرون أن صحتها لن تتحسن. قام عثمان بتوظيف ممرضة للعناية بوالدته، كانت شابة في 24 اسمها ليلى العموري، وقد خصصت لها غرفة في المنزل الفسيح الذي تسكنه عائلة البوطالبي. مع مرور الأيام أبدت الممرضة الشابة قدرة على الاندماج في وسط تلك الأسرة، ثم صارت باسم الحفاظ على راحة الحجة الزهرة تقمع الخادمات وكل الذين يعملون في ذلك البيت، وصارت صاحبة الأمر والنهي. رأت الممرضة الشابة أن مرض الحاجة الزهرة قد لا يمهلها طويلا، وأن الحاج رضوان لن يلبث أن يفقد رفيقة العمر.
رأت أيضا أن عثمان ولدهما الوحيد شاب عازب لم يتم ربيعه الثلاثين بعد، ثم رأت أنها لما ترحل الحاجة إلى دار البقاء سيكون عليها أن تغادر البيت كما دخلتها. لم تستسغ ليلى أن يكون ذاك مآلها. كانت وهي تحدث نفسها تتساءل إن كان في مقدورها أن تجد لنفسها مكانا في هذه الأسرة وأن ينالها نصيب من بحبوحة العيش تلك التي تحياها. كانت تتساءل وما لبثت أن أقنعت نفسها بأنها تستطيع ذلك. رأت أن كل اجتهاد في القيام بمهمتها كممرضة لن يؤدي بها إلى ما تريد، فما تقوم به ليس سوى أداء لعمل مدفوع الأجر، ولذلك فكرت بعقل الأنثى وقررت أن تسخر مفاتن الجسد. حل فصل الصيف وصارت ترتدي من الملابس خفيفها وشفافها. كانت في أحيان كثيرة تخرج من غرفتها على تلك الحالة بدعوى تمكين الحاجة من الدواء، وكانت تتعمد أن يكون ذلك حين يكون عثمان حاضرا يتفقد حالة أمه المريضة. أحس الشاب أنها تحاصره بمفاتنها، ولذلك قرر الرحيل والاستقرار خارج بيت العائلة. ولما أيقنت أنه لن يقع في شباكها حولت اهتمامها إلى الشيخ. صارت تستفزه، حاول أن يغمض عينيه ولكن مفاتنها كانت أقوى من أن تقاوم. ثم صارت لعبة يلعبها حين تأتي الممرضة لتعطي الحاجة دواءها، وكانت تأتيه بملابس لا تستر الكثير، كان يتظاهر بالنوم وكانت هي تعلم أنه ينظر خلسة إلى مفاتنها. ازدادت حالة الحاجة الزهرة تدهورا، كانت إغماءاتها تطول بينما كانت حبال الممرضة تطوق الحاج رضوان، وما لبث أن وقع في الشرك جعلته لا يستطيع الاستغناء عنها. في 11 من غشت من العام 2005 توفيت الحاجة. أسلمت الروح وحيدة في غرفتها بينما كان الحاج في غرفة الممرضة يلهو. لما تفقدتها الممرضة كانت قد توفيت منذ أكثر من ساعة. كانت الممرضة تعلم أنها النهاية، سيكون عليها أن ترحل، ولكنها أوحت إلى الحاج أن يتظاهر بالإغماء. فعل، وحسب ولده أنها الصدمة لفراق الحاجة. دلت الممرضة عثمان على طبيب لفحص والده، كانت تعرف الطبيب منذ مدة إذ كان يتخذها عشيقة. شيع عثمان والدته إلى مثواها الأخير. صار منشغلا الآن بالحالة الصحية لوالده، وقد نصحه الطبيب الذي فحصه بأن يبقى تحت الرعاية. كان عثمان منشغلا بأمور أعمال الأسرة، وقد بادره الطبيب بأنه لن يجد أفضل من الممرضة ليلى العموري للاعتناء بوالده، هي تعرفه وقد ألف هو وجودها. تمكنت الممرضة من تحقيق الفصل الأول من خطتها. خلا لها الجو لتنفرد بالشيخ. كانت تشعره بأن أيام الشباب عادت إليه. كان عثمان يحس بأن المرأة تدبر لشيء ما، فطلب من والده أن يعطيه تفويضا للتصرف في شؤون الشركات التي يملكها حتى لا يضطر في كل مرة للعودة إليه. أيقن أنه أصاب لما فاجأه والده ولم يمر سوى 3 أشهر على رحيل والدته بأنه سيتزوج الممرضة. ما كان بمقدور عثمان أن يعترض، وكذلك تم زواج الممرضة من الشيخ. كانت تناوله عقاقير شتى جعلته يقتنع أنه استعاد شبابه البعيد. ومع مرور الوقت بدأت تتدهور صحته، وصارت الممرضة حاجزا بين عثمان ووالده. وفوجئ ذات يوم وهو في المحكمة التجارية حين أبلغه صديق بأن والده باع نصف شركاته إلى امرأة. طلب من محاميه أن يستجلي الأمر، واتضح أن التي اشترت نصف الشركات لم تكن سوى زوجة أبيه الممرضة ليلى. حاول أن يسأل أباه ولكنها حالت بينهما. كانت الحالة الصحية للشيخ تتدهور، ولذلك أجبرها على نقله إلى المستشفى. هناك اكتشف الأطباء أن الرجل عرضة لعملية تسميم هادئة. استغل عثمان فرصة الاختلاء بوالده وسأله عن بيع نصف شركاته، نفى الحاج أن يكون وقع على أي عقد بالبيع. طلب عثمان من محاميه رفع شكاية ضد ليلى العموري. تولى التحقيق في الأمر العميد أحمد الرجراجي،
كانت الخطوة الأولى الاستماع للحاج رضوان الذي نفى أن يكون باع أو تنازل عن أي حصة في أي من شركاته. أما ليلى فقد أكدت أن زوجها باعها نصف الشركات وأنها تتوفر على عقد البيع مصادقا عليه، وقد قدمت نسخة من ذلك العقد. ولما سألها العميد عن رأيها في كون زوجها ينفي أن يكون وقع على أي عقد للبيع، ردت بأن رجل مريض الآن ولعل مرضه سبب له نسيانا مؤقتا. كان طبيعيا أن يتوجه المحققون إلى المقاطعة الإدارية التي تم فيها التصديق على توقيع الحاج رضوان، وكانت المفاجأة إذ لم يتم العثور على الكناش الذي يفترض أن يكون الرجل وقع فيه. لزمت ليلى البيت وأمسكت عن عيادة زوجها، كان المحققون يراقبونها. بعد يومين خرجت، كانت الساعة تقترب من 9 مساء، تبعها مفتش تولى مراقبتها. مضت إلى عمارة وسط المدينة، وقد اهتدى الباحث إلى الشقة التي دخلتها وعلم من حارس العمارة أن صاحب تلك الشقة موظف يعمل في مصلحة التصديق على الإمضاءات. أبلغ الباحث ما توصل إليه إلى العميد الرجراجي الذي أبلغ بدوره النيابة العامة. كان لديه الإذن باقتحام تلك الشقة، ولكن كان عليه أن يتريث حتى 6 صباحا. أيقن من كانوا يراقبون العمارة أن ليلى لم تغادر، وبعيد 6 صباحا طرق باب الشقة. اكتشفت في فراش الرجل. تم تفتيش الشقة بحضور صاحبها، وفي خزانة بغرفة النوم عثر على سجل التصديق على الإمضاءات، حيث وضع توقيع لليلى العموري بصفتها مشترية، وتوقيع مزعوم لرضوان البوطالبي بصفته بائعا. اقتيدا إلى المفوضية كانت الحجة دامغة. اعترفت بأنها زورت العقد لأنها كانت تخشى من أن تحرم من نصيبها من ثروة زوجها. وأقر الرجل الذي وجدت في فراشه أنه ساعدها على تزوير التوقيع. لكم أن تتصوروا النهاية. اكتشف الحاج رضوان أن طريق الغواية كادت تفضي به إلى كارثة. طلقها بعد أن اكتشف خيانتها، وقدمت مع عشيقها إلى النيابة العامة بتهمتي التزوير والخيانة الزوجية.